كامل العائله ديالنا. خايف من جايز سير الله ينورك دنيا وخيرها. حتى لقيتينا هنا شنا هاد الناس صافحنا معاهم والمصافحه من الايمان وما تفرق على يدي على يدك حتى يتم حد اللي داير انت وانا. كانت المصافحه راه ما كانش ما خير منها. الله يحفظك. راه سوارتك الحمد لله ويسر. مرحبا بالجميع في اطار مهرجان سلام لفن التبوريضه والعيطه والتراث اللامادي. هذه نافذه كنشكركم عليها سي خالد اللي غادي نطلوا من خلالكم بها على المتتبعين الكرام الراي العام الوطني والمحلي والاقليمي ايضا اللي ما استطاعش انه يحج الى ارض الميدان، ما استطاعش انه يجي المهرجان، لا باس اننا نوضحوا له شنو اللي كيحصل على مستوى المهرجان سلام لفن التبوريضه والعيطه والتراث اللامادي في نسخته الثانيه. النسخة الثانية هي يمكن أن نقول هي أكثر نضجا من النسخة الأولى، تعلمون جيدا على أن النسخة التأسيسية دائما ما تحتمل بعض النقص، بعض عدم الاكتمال، النسخة الثانية هي أنضج من النسخة الأولى، وكتعرف واحد الحضور نوعي لا على مستوى الفضاءات ديال المهرجان اللي كتوزع ما بين المحرك وما بين الخيمة الثقافية وما بين يعني الأنشطة التجارية وما بين أيضا السهرة الفنية أو يعني الفضاء ديال الفن. على مستوى الحضور بالنسبة للخيمة الثقافية كيف ما كنقولوا دائما هذا هو الكنز ديال مهرجان سلام لفن التبوريضة والعيطة والتراث اللامادي، هو أننا كنحاولوا نعطيه واحد المضمون. جاو عندنا مختصين في المجال ديال التراث اللي حاولوا انهم ينورونا ويعطيونا فهم والمغزى ديال ما واعطاء معنى لما نقوم به على مستوى الساحه ديال المهرجان سلام. فحينما نقول ينبغي ان تلتقي العيطه مع الفروسيه التبوريضه مع التراث اللامادي، هنا كنتكلموا على واحد لو بغيتي تقول واحد الخيط ناظم ما بين هؤلاء والأساتذة الباحثين اللي كي ينشطوا الآن الفضاء ديال الخيمة الثقافية. المهمة اللي كانت عندهم أساسية هو كيفاش ممكن أنهم يفكوا الألغاز ديال هاد العلاقة الجدلية المعقدة المتشعبة ديال فيما يتعلق بالتراث. الخيمة الثقافية كتلاحظ بأن الوقت كتير كيدوز على مستوى الخيمة الثقافية، وبالتالي الفرجة رغم الأهمية ديالها فاحنا حاولنا ما امكن على اننا نركزوا على المضمون ديال هادشي اللي كنقدموا للناس على مستوى المحرك، خاص نعطيه واحد المضمون فكري، وداكشي هو اللي كان على مستوى الخيمة الثقافية. هي ليست بمغامرة وانما هو رهان من طبيعة الحال ديال الشركاء ديال إدارة المهرجان ديال المجلس الجماعي ديال الشركاء ديال هاد النسخة الثانية. الجديد ايضا سي خالد اللي كان هاد السنة هذا هو اننا بدينا كنضيقوا الهامش ديال المجلس الجماعي فيما يتعلق في التبني ديال الفكره ديال المهرجان، مخافه انه يبقى مرهون بالمجلس الجماعي غادي يكون دائما كاين خطر ديال التواجد وديال الاستمراريه ديالو، فبالتالي كاين واحد التفكير الان جماعي من اجل اننا نخلقوا واحد الموارد، نخلقوا يعني الحياه ديال المهرجان ينبغي ان تكون خارجه عن رحم المجلس الجماعي. فالمجلس الجماعي غادي يبقى كيأطار، يبقى كينساق، يبقى حاضر، يبقى كيدعم، ولكن المهرجان في المالية ديالو في الدعم ديالو ينبغي أن يبحث له عن شركاء، وينبغي أن يكون له استقلالا ذاتيا وماديا عن المجلس الجماعي. وبالتالي هذه أيضا إضافة نوعية كانت عندنا لاحظتي معايا سي خالد طيلة هذه الأيام ديال المهرجان، كتلاحظ بأن التدخل الهامش ديال التدخل ديال المجلس الجماعي هو مرتبط كاينه لجنه منظمه، كاينه اداره، كاين واحد المجموعه، كاين جمعيات تتشرف على الخيمه الثقافيه، كتشرف على المحرك، تتشرف عليه جمعيه الرما، بمعنى انه كاين واحد النوع من الاستقلاليه وكاين واحد النوع من توزيع الادوار. كذلك الساحه الفنيه حاولنا ما امكن هذه المره اننا نستعنوا بتواجد ديال فرقه موسيقيه مهمه اللي هي عزيزه على المغاربه بزاف، مجموعه السهام والتاريخ ديال مجموعه السهام. ايضا حاولنا اننا نفاتحوا بالنسبه للعيطه، الا كان
الدوره النسخه السابقه ركزت على العيطه الحوزيه وركزت على العيطه ديال اللي كاينه في الشاويه. فهاد المره هذه كاينه العيطه ديال العيطه الزعريه مع مبارك المسكيني باش نقدموها كطبق بالنسبه لهاد المره هذه. فتحنا ايضا على عبيده الرما الحرشه، راه مؤسسين كيبقاو حاضرين معنا دائما. اذا كاين واحد التنوع تاع على مستوى الجانب الفني. التجربه من حدها كتستمر السي خالد، من حدها كتطور وهي راه كتزيد تكبر ايضا. لاحظت